هل يحق للزوجة المطلقة أن تسلم على مطلقها وتجلس معه؟ يجوز للمطلقة أن تسلم على مطلقها بالكلام فقط لا بالمصافحة، وتكون متحجبة أيضا ساترة لجميع جسمها بما في ذلك الوجه والكفان، ولا تكون خالية معه في مكان، وإنما تسلم عليه بحضرة الناس بهذين الشرطين: ألا يكون هناك خلوة، وأن تكون متسترة، وأن لا تصافحه، وإنما يكون ذلك بالكلام، يعني ثلاثة شروط.